النجمة سيرين عبد النور ردت على كل من يطالب بدخول لبنان الحرب، وكتبت وقالت: الذي يطالب بالحرب فليسترجع صور أطفال قانا وصور لبنان بحرب تموز، ولمن يحب الأكشن والدم لماذا لا يشاهد فيلم رعب بدلا من أن يشاهد وجعنا وحل عن سما لبنان. احتفلت النجمة غريس أنيون بالذكرى 21 على زواجها من الفنان جو أشقر، وبهيدي المناسبة نشرت أنيون عبر حسابها على إنستغرام فيديو بيجمعها مع زوجة جو أشقر بإحدى المناسبات، وتمنت له عيد زواج، وأرفقت الفيديو بتعليق وقالت فيه: 21 سنة من النعم معك. بأول ظهور لقاله بعد إجراء عملية جراحية بإيده لإزالة كيس زلالي في الكوع، أحيا الفنان والنقيب هاني شاكر حفل مهرجان الفن الجميل على مسرح مارينا مول بأبوظبي، حيث قدم خلاله عدد من أشهر أغنياته ومنها أغنيته الشهيرة علي الضحكاية، وسط تفاعل كتير كبير من الجمهور منذ لحظة ظهوره على المسرح.